مرحبا، أنا جيس من فريق Instant Pot Middle East، واليوم رح نشوف سوا طريقة الستيمينج أو الطبخ على البخار بالInstant Pot Duo. كلكم بتعرفوا أنه بInstant Pot Duo في عنا وظيفة الستيمينج أو الطبخ على البخار، واليوم رح نشوف سوا كل الأسرار والمعلومات المخبية ولا الستيمينج أو طبخ البخار لكل مأكولاتنا. لنحضر الأرنبيط على البخار رح بلش أول شيء نضيف طحينة أو أي وصفة نحنا منحب نعملها للأرنبيط. رح ضيف ملح، بهار، رح ضيف كمان شوية بقدونس تنكهها وعصرة حامض. نفتح غطاء الانستنت بوت، نضيف كوب من الماء على الإناء الداخلي، نجيب رف التبخير كمان ونحطه بكعب الانستنت بوت، ونحط الأرنبيط على رف التبخير. كمان ما بدنا ننسى إنه بالانستنت بوت ديو زر تنفيس البخار بده ينتقل دائما من التنفيس الفنتين للسيلينج أو الإغلاق. منروح على شاشة الانستنت بوت ديو، منختار وظيفة الستيمينج أو طبخ على البخار. كمان رح نلاحظ هون إنه عنا ثلاث خيارات: لس، أقل، نورمال، ومور. لس منقيها للخضار مثل الأرنبيط، مثل الذرة مثلا. النورمال فينا نروح للخضار اللي بتكون أقسى مثل البطاطا. مور إذا مثلا حبينا نعمل طبخ للبخار للرز. نحن عم نحضر أرنبيط، رح نحطها على 5 دقائق. رح نسمع هلا صوت البيب. صوت البيب بهالمرحلة بيعني انه الانستنت بوت بلشت تبني البخار قبل ما تبلش تعد الوقت تنازليا ليكون الأرنبيط جاهز. من بعد ما سمعنا 10 بيبس وشفنا الزيروز على شاشة الانستنت بوت، هيدا بيعني انه الانستنت بوت ديو انتهت من تحضير الاكل يلي بدخلها. رح ننتقل هلا لتفريغ البخار بطريقة سريعة او quick release of pressure. لتنفيس البخار بالانستنت بوت ديو مفروض انه زر تنفيس البخار ينتقل من الاغلاق ستيلينج للفنتينج او التنفيس بهالطريقة. بهالمرحلة منلاحظ انه صمام الامان نزل لتحت، نحن بس هلا صار فينا نفتح غطاء الانستنت بوت ديو. منشوف كيف الارنبيط صار جاهز، بس ب5 دقائق عملنا ستيمينج او طبخ على البخار، كيف بكل سهولة فينا نفرق الزهر عن الارنبيط. وهيك منكون طبخنا على البخار الأرنبيط وشفنا كل الأسرار والمعلومات لنطبخ على البخار أي نوع من مأكولاتنا. ما تنسوا تنضموا لمجتمع الانستنت بوت على الفيسبوك يلي هو مؤلف من 3 ملايين شخص انغرموا بالانستنت بوت لدرجة انه قرروا يبنوا هالمجتمع ويتشاركوا خبرتهم. كمان ما تنسوا انه دايما فيكن تروحوا على يوتيوب شانل وتشوفوا الالاف من الوصفات يلي فيكن تطبقوها ببيوتكم. لأي سؤال، معلومة او استفسار دايما فيكن تتواصلوا معنا على الرقم يلي محطوط تحت هالفيديو، وانا بوعدكن انه رح نلتقي قريبا بوصفات جديدة للانستنت بوت ديو. دايما تابعونا.